انتي عايش في سوق السيارات، بداية الانفراج والانخفاض في الأسعار. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. بعد ان تعش سوق السيارات بالجزائر بدخول سيارات علامة فيات الإيطالية شهر مارس الفارط يليها الإطلاق الرسمي لعلامة شيري الصينية التي تبدأ أسعارها من 199 مليون بالنسبة لنموذج تيغو دو برو و 539 مليون لتيغو ويت برو، وفي انتظار دخول علامة أوبل هذا الأربعاء عوامل أعطت الجزائريين نفس جديد وأمل في اقتناء سيارة جديدة، خاصة بعد أن طغت أسعار السيارات المستعملة السنوات الفارطة والتي ارتفعت بما يفوق 150 مليون. وكان الإعلان عن دخول سيارات جديدة للجزائر مزعزعا لسوق السيارات المستعملة، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار وركود في عملية البيع والشراء. في هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لوسائل الإعلام أنه خلال الزيارة له لبعض أسواق السيارات في الجزائر فقد كانت منخفضة بحوالي 20 إلى 25%، خصوصا بالنسبة للسيارات التي كانت أسعارها تفوق 300 و 400 مليون، قد انخفضت نسبتها قدرت ب 100 مليون في السيارة الواحدة. فيما يخص السيارات المستعملة والأكثر شعبية في الجزائر مثل ألتو سامبول فسعرها انخفضت بين 20 و 30%، والتي قدرت بحوالي 15 إلى 30 مليون. أشار الخبير أنه بعد قرار الدخول واستيراد كميات كبيرة من السيارات الجديدة خصوصا من المصنع الصيني وأوروبا، فسوف سوق السيارات المستعملة يعرف انخفاضا كبيرا في الأسعار. بخصوص السماسرة ستكون لهم بمثابة صدمة، خصوصا من قاموا بشراء سيارات بأسعار كبيرة واليوم هم لم يكون الخيار إلى خفض الأسعار بحدود ما يصل إلى 30% في السيارة الواحدة. كما أوضح سليماني أنه مع بداية دخول السيارات الجديدة خصوصا الصينية شيري وانتظار شركة أوبل الأربعاء القادم وغيرها، خاصة أن وزارة التجارة قدمت 38 اعتماد لاستيراد السيارات، إذ سيكون هناك تهاون في أسعار السيارات المستعملة. بخصوص أسعار السيارات الجديدة في الجزائر قال الخبير الاقتصادي الهواري تيغارسي في تصريح خاص به ديزاد نيوز أن أسعار سيارات العلامات الجديدة بالجزائر تعتبر مرتفعة، وذلك نظرا لقيمة الدينار المنخفضة، كما أن هناك مبالغة في الأسعار من بعض مستوردي السيارات، بالإضافة إلى وجود فرق كبير بين أسعارها في الجزائر وأوروبا. هذا وارجع تيغارسي أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لا ينحصر فقط في الدينار وعملة السوق السوداء أو مبالغة المستوردين في الأسعار، لذا من الضروري إضافة جانب المراقبة لهذه المؤسسات، ويجب وضع رزنامة وطنية بإمكانها مراقبة كل الجوانب، خاصة المراقبة التقنية بالنسبة للسيارات ومقارنتها مع أسعار السيارات في أوروبا. لهذا شدد المتحدث على ضرورة متابعة حقيقية بطريقة توزيع والتسويق بمنظومة رقمية لمعرفة الحقائق الكلية بالنسبة لعملية التسويق والبيع للسيارات، كون المرحلة السابقة كانت بتواجد مؤسسة واحدة للسيارات وهي فيات. هذا وقال المختص في المجال الاقتصادي أنه كلما تعدد المنتجون ودخلوا إلى الأسواق ستعمل على خفض الأسعار، كما أنه من غير المعقول سيارة إيطالية صغيرة يكون سعرها 260 مليون كما اعتبره احتكار كلي حسب قوله. فيما يخص السيارات الصينية فكانت أسعارها بداية من 160 و 170 مليون وغيرها في انتظار علامات أخرى بأسعار منخفضة أكثر، لأن المواطن الجزائري لا يستطيع اقتناء سيارات بأسعار مرتفعة، فما بالك أصحاب الدخل المتوسط خاصة الفئة المتوسطة كقطاع التعليم أو قطاع الصحة. في السيارة من الواجب أن تكون أسعارها في متناول الجميع حسب الخبير الاقتصادي. أوضح المتحدث أن السوق الجزائرية تحتاج إلى أكثر من مليون سيارة، ولحد الساعة فدخول العلامات الجديدة كان بعدد قليل بالنسبة للسيارات، وتمنى في المراحل القادمة أن يكون تنويع في السيارة، لأن من شأن التنويع أن يولد المنافسة، والمنافسة تولد النوعية بالنسبة للسيارات وبالنسبة للأسعار. ما تنساوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجم لا فيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.